على وجيههم حاطين العشاء الساعة 4 الفجر. لو اني مو بأم العريس كان طلعت. لا وجايبين مطرب ومدخلين علينا. هلا والله بالعائلة البطلة. ددير بد ددير بد دربد دربد. مساء الخير لأحلى أب وأم وقت بالدنيا. عجيب والله. حي الله العريس. نوف قومي ضبطي لي فطور أنا والمدام ولوسي. لوسي؟ هي لوسي قطوة المدام. انت سوي شريمة ولا لوسي؟ أقول قومي جهزي الفطور ولا يكثر. قومي يا نوف قومي جهزي لهم الفطور. ليه والله؟ وأنا شغالة عندهم. إيه شغالة الزبدة. أبرسل لك اللي تحبه لوسي على الفطور. تجيبينه تحطينه عند الباب وتطقين وتنقلعين. أوكي؟ يلا بعد إذنكم أروح للمدام. الله يستر يا أبو عامر لا تسوقه المرة سوق. هاي ولدي ذيب ما أقدر عليه حنة تقدر عليه أنت الناس. كيف تجربتك بالزواج يا عامر؟ الزواج استقرار وراحة نفسية. بعدين وراكم متجمعين علي كذا أول مرة تشوفون واحد متزوج. واه يا عامر والله ساير متنان ومستصيح. إيه هذه سلبيات الزواج. ادخل بنادي يا ودعمي والحق على عمرك. إيه أنت وياه لا تسقونها على عامر ترى ما له كم يوم متزوج. إيه 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 هي دحين تأكلك بيدها؟ لا تأكل لوسي وأنا أكل بيدي. ليش ما عندي يد؟ أنا اللي أبغاه من الزواج إني أتزوج واحدة تأكلني بيدها. واضح إنك فاقد حنان وفاقد أمل بالحياة. الله يحيي جاراتي. الله يحييكي. جينا نبارك لك كده على زواج عامر ما شاء الله. الله يتمم له على خير ويسعدهم ويوفقهم عقبال شكو شكفته يا رب. إلا يا أختي فيها زودة عامر ليش نشوفها ونسلم عليها ونبارك لها. جاية جاية كلمتها وشوية وتنزل. أم شكش تخاف من البسة. شيل البسة يا بنتي شيل البسة. حبيبتي خذيها لفوق ورجعي سلمي على الحريم. لا بروح أنا ولوسي ولا برجع. اللي ما يبي لوسي أنا ما بيه. طويلة لسانة مصبياتي. جلسي أختي جلسي جلسي. وتقول ابعد القطو كأن لوسي ما عندها اسم. من زين أم شكش ولدها علشان تخاف من قطو. قطو 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 اسمه لوسي. لوسي أموت فيك لوسي. وزوجتي من ملزومة تجي تسلم على ناس ما تعرفهم. بس دول الجيران جايين يسلمون عليها. وهي ما تبيهم ولا تبي سلامهم دام هم يبون لوسي. لوسي خط أحمر. لوسي لوسي ليه تأخذها غرفتك؟ لا تنفخين هي اللي جت عندي. كذاب